إذن زيارة لإذاعة الشاطئ، يشرف إذاعة جمعية لايبيكال الرياضة للجميع، عدة مواسم تشرف على إدارة هذه الإذاعة اللي كتعرف عدة أنشطة، عندها طابع اجتماعي وكذلك جمعوي. صادفنا الجمعية اللي كتقوم بواحد التدوير، عملية تدوير النفايات. جمعية شنو سميتها هذه الجمعية؟ المنتدى المغربي للتنمية والتضامن، المنتدى المغربي للتنمية والتضامن. هذا المنتدى المغربي للتنمية والتضامن يقوم بورشة تدوير النفايات لفضاء إذاعة الشاطئ وجمعية ليبيكال الرياضة للجميع، كذلك جمعية الرياضة للجميع. السيدة غيتا رئيسة الجمعية، عبد السلام تبارك الله عليكم. عبد السلام تبارك الله عليك. إذا كل مرة كنزوركم كل سنة، هذه السنة شحال من سنة أنتم كتنظموا هذه الإذاعة اللي كترفعوا عليها الشاطئ؟ تقريبا هو الشيء اللي كيدخل في اطار البرنامج الوطني الشواطئ النظيفه اللي كتشرف عليه مؤسسه العام السادس لحمايه البيئه، وهذا العمل هذا يعني كتقوم به يعني طيله الموسم الصيفي جمعيه ليبيكا للرياضه للجميع بدعم من مجموعه القرن الفلاحي للمغرب تحت اشراف عماله اقليم العرائش والمجلس البلدي ومديريه الشباب والرياضه. كما كتعرفوا انه الجمعيه يعني تقريبا كل سنه هي دائما كتحط الرحاب بهذا الشاطئ الجميل، شاطئ راس الرمل بمدينه العرائش. كتقوم برنامج يعني برنامج متنوع كيتنوع ما بين انشطه رياضيه وانشطه فنيه وانشطه تربويه وكذلك انشطه كتعلق بمجال البيئه، نظرا للاهميه اللي كتعطي الجمعيه للمجال ديال البيئه والحفاظ على يعني الساحل المستدام. وفي هذا الاطار وكما جيتوا اليوم انتم وقفتوا على هذا النشاط التربوي اللي كيقوموا به كتقوم به جمعيه ليبيكال الرياضه للجميع بالتنسيق مع المنتدى الوطني للتربيه والتضامن. وكما كتشوفوا الاستاذ معنا الاستاذ المهدي الطاهري، هو من مدينه بن ملال وكذلك هو من جمعيه ديال من المنتدى، دائما كيشرف على هذه العمليه ديال تدوير النفايات. كما شفتوا اليوم قمنا بواحد العمليه ديال حمله ديال النظافه اطار الشاطئ ديال راس الرمال، قمنا بجمع مجموعه ديال النفايات السلبه، والان حنا في عمليه التدوير ديال النفايات. وكان يعني كنشرحوا للاطفال يعني انه هاد النفايات اللي كانوا يعني ما غاديش يموتوا وغادي يبقوا يعني ملوحين على مستوى لا الشاطئ ولا على مستوى الساحل، يعني كاين امكانيه اننا ان شاء الله بالتضافر ديال جهود جميع المصطفين والمصطفات والفرقه ديال النظافه اللي كتشرف عليها مؤسسه القرن الفلاحي ومع الاطر ديال جمعيه ليبيكال الرياضه للجميع، هاد النفايات اللي جمعناهم اليوم كنديروا عمليه ديال التدوير باش نعطيوهم حياه اخرى. نعم بالاضافه للانشطه يعني التربويه والانشطه الجمعويه، كان يعني الشاطئ كذلك يعني يعرف واحد التاهيل واعاده التاهيل ديالو. لاحظنا بان هذا الكورنيش هذا اللي تعمل في الشاطئ يعني هو في البدايه ديالو، كيفاش يمكن التغييرات اللي عرفها الشاطئ هذه السنه؟ هو هذا التغيير هذا بحق يعني مجهود يعني مشكور من طرف السلطات الاقليميه والمحليه وكذلك الوكاله ديال التنميه ديال اقاليم الشمال. الشاطئ عرف يعني واحد الحله جديده واحد التاهيل اللي هو في المستوى، وهذا الشيء هذا ان شاء الله غادي يدفع بالشاطئ باش يعني يحصل مره اخرى على اللواء الازرق اللي كنسعوا جاهدين اننا نحصلوا عليهم من طرف المؤسسه ديال محمد السادس لحمايه البيئه. نعم، ومن خلال اداره الشاطئ نلاحظ بان هناك يعني ما كاينش شي قانون، يعني كنلاحظوا هناك بعض الفوضى، دخول بعض الاشخاص بالدراجات او كذلك اللعب في بعض الاماكن اللي كتزعج المصطفين. اذا كيفاش يمكن تكلموا على التحسين ديال الخدمات باش توفر واحد الراحه يعني للمصطفين؟ هذه فرصه حقيقه يعني مجهود جبار كيقوم به السيد المدير ديال الشاطئ راس الرمال السي جبالي عبد الملك، يعني اللي عنده واحد يعني تقريبا كما كتعرفوا انه الشاطئ يعني الشساعه ديالو نظرا للشساعه ديالو وهذا يعني والمساحه اللي هي كبيره، يعني كنحاولوا احنا يعني خلال اذاعه الشاطئ اننا نحسوا ونأطروا المصطفين والمصطفات وكنرشدوهم للملاعب الرياضيه اللي هي متوفره
واللي خدينا ليه واحد الجانب اللي هو بعيد على المصطفين كما كتشوفوا انه احنا تقريبا جينا في الجانب ديال شاطئ راس الرمل وحدتنا مجموعه ديال الملاعب اللي يعني ما كتاثرش على يعني على على على, على, على الراحه ديال المصطفين. وهذه فرصه كذلك ونداء للمصطفين انه يعني احنا متواجدين هنا باش يمكننا ناثرهم ويمكننا نساعدهم. ملاعب ديال الرياضه هي خاصه الاماكن الرياضه هي خاصه الانشطه الرياضيه. ومره اخرى كندعوهم انهم يبعدوا من اللاعب العشوائي يعني وسط المصطفين والمصطفات اللي حقا. نعم احنا في ذروه الموسم الصيفي يعني شنو الانشطه اللي مازال الجمعيه غتنظمها في المستقبل فيما بقيه من الموسم الصيفي؟ مجموعه الانشطه اللي تنظمت سواء على مستوى يعني الملاعب المتواجده هنايا والمشاركه ديال المصطفين والمصطفات وكذلك الاطفال ديال مخيم راس الرمل اللي يعني تقريبا دابا هذه في المرحله الثالثه ديالو اللي كل مرحله كيضم 500 كنأطرهم على مستوى الدوريات الرياضيه في كره الطائره وكره القدم ومسافات ديال وسباقات ديال السرعه. باقى مجموعه ديال الانشطه اخرى كتعلق بالانشطه المائيه اللي غادي نسقوا ان شاء الله مع جمعيه مرحبا ديال الرياضه ديال الكاياك. غادي نحاولوا نديروا معها واحد اليوم اولمبي اللي كذلك غادي نديروا ليه مجموعه ديال الاطفال ديال المخيم وهذه فرصه باش يستافدوا هاد الاولاد يعني اولاد المخيم من الانشطه المائيه اللي ان شاء الله غادي يعرفها شاطئ ميامي باش نسيق مع جمعيه مرحبا لرياضه الكاياك. شكرا لعبد السلام السعير رئيس جمعيه عضو جمعيه الكاتب العام لجمعيه الرياضه للرياضه للجميع. السي طاهر يعني شنو يمكن تقول لنا على الورشه اللي كتنظموها يعني السياق ديالها والاهم الفقرات ديالها؟ بالنسبه لهذه الورشه عاوننا هذا الصباح نديروا واحد الحمله ديال النظافه هنا في الشاطئ ديال راس الرمل العريش وكاع ديك النفايات اللي جمعنا حاولنا نصنفوها نقسموها لنفايات صلبه واللي النفايات اللي ممكن تذوب ونفايات اللي ممكن تتعمر واحد 10,000 سنه ما فوق. حاولنا نشوفوا هاد النفايات البلاستيكيه حاولنا نخلقوا منها واحد الورشه اللي ممكن ورشه ابداعيه اللي ممكن نقدروا نزيدوا بها. نعم نستفيدوا من اطفال الجمعيات جمعيات ديال المنتدى ديال منتدى التنمية المغربي للتنمية والتضامن. المنتدى المغربي للتنمية والتضامن بمدينة سوق السبت. مدينة سوق السبت بماني ملال. بني ملال. نعم. شحال عدد المستفيدين تقريبا؟ عدد المستفيدين 100. اللي كاينين هنا. إذا من خلال هذه التدوير هذا شنو هي الأطفال شنو الحاجات اللي صنعوا من هذا التدوير؟ صنعوا منها يمكن تعرفني على بعض المنتجات ديالهم. هذا الديكور من يستعمل في يعني وظيفيه في المطبخ يعني في المطبخ باش ديما يذكروا حتى الناس اللي في النساء القيمه الغذائيه ديال الطبخ المغربي اللي كتسمى الطبخ المغربي وحتى بالنسبه يعني. الى حصلوا على هذا البلاستيك ما يحاولوش يلوحوه يعاودوا يدوروه في المنزل ديالهم ما يخرجوش لبرا. نعم وبعض الاستعمالات ومازال غادي نديروا واحد ورشه اخرى بالنسبه لهذه الكراطات اللي تيتهرسوا نحاولوا توما نحاولوا نستغلوهم فعادي نحاولوا ندوروهم نصنعوا منهم مثلا بعض الابداعات غادي نديروا ملونات من هذا سميتو بعد قليل غادي ننطلق هذه الورشه. شكرا استاذ طاهر.